السلام عليكم. اليوم نتكلم على ملعب دويرة، حيث أنه الملعب اللي راهي الأنظار كلها متجهة نحو الملعب تاع دويرة، حيث أنه سوف تبتدئ العمليات نتاع وضع النظام تاع تصريف المياه في الملعب، أرضية الملعب، وكذلك وضع العوازل، المواد العازلة تاع المدرجات لحمايتها من الأمطار والتلف تاع الخرسانة. هاد زوج عمليات راح تنطلق ابتداء من أول أوت، يعني ابتداء في الشهر القادم، يعني في غضون أسبوع ستنطلق العملية هذه. إذن تكتفي بهذا القدر، خليكم معنا هذا الفيديو. السلام عليكم.